السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة أمبيلا للرندا. نشارك معكم واحد الفيديو ديال الملاقية ديال واحد. تبعوا معايا المراحل باش كلشي إن شاء الله يستافد. بسم الله على بركة الله. أولا كنضربوا هنا في الثوب بحال الشكل هذا، كنجيو هنا لهاد الجهة الأخرى تاني كنضربوا فيها. بحال هاد الشكل هكا، وكنشدو هنا باش كنصيبو واحد العوينة باش كنبقاو نخدمو عليها. كنضرب عاوتاني هنا في الثوب بحال هاد الشكل هذا، وكنضربو في هاد العين هادي. كنضربو عاوتاني هنا في الثوب بحال هاد الشكل، كنرجعو تاني لهاد العين هنا نشدو فيها. ها هي تبانلكم مزيان. دائما الصباع ديالكم دائما كتخدموه، الصباع ديال اليسار دائما كيشد الخدمه، كتبعوا الخدمه باش كتجي الخدمه ان شاء الله متقونه ومزيره، ما تجيش مرخيه. يعني دائما كتزيروا به الخدمه الصباع ديالكم الكبير. ها هي كتشدوا في الثوب، كتشدو هنا. انا الخيط دايره على جوج، الملاقيه دايره على جوج، الخيط ديال جوج شعرات الحرير. ها هي على الشكل هكا كنبقاو نخدمو حتى كنهبطو. ونصيحه لكم المبتدئات، دائما تشدو بحال هنا بحال هنا، يعني ما تحاوليش تشديك هنا اكثر ولا هنا قل. يعني الا شديتي غتجيك الخدمه في الاخر، غتجيك الخدمه مراجله، غتجيك الخدمه مضبوطه، يعني الشكل اللي بغيتي نتيا. ونتمنى من الله التوفيق، وشاركوا في القناه ديالي ام بلال للرندا باش دائما يوصلكم الجديد. دائما هذه هي الشكل هذا، غتمشي على المرحله هذه حتى غتكملي. والسلام عليكم.